ابد. بس هي جمال الرحله المحبه والاخوه اللي بيننا. يعني تقدير الكبير، احترام الصغير، المدارس اللي احنا قاعدين نسمعها من كبار السن، طريقه جلوسه، احترام الاخر، يعني اكبر واحد فيها المجموعه 30 تقريبا. ما نبي، لكن عندنا ابو احمد عبد الله الشدي كبر سن، وسعد بن تويم، ايه؟ واهل بيشه ما شاء الله مشايختهم معنا، واهل عسير، واهل البشاير، وما اقدروا من تنومه، مناطق كثيره. لكن انا ابغى، احنا يعني امس قلناها ونزلت في اليوتيوب 15 دقيقه ما شاء الله، والحقيقه جاء عليها اتصالات كثيره جدا، لكني ابغى ابدا من المدينه المنوره. وهو كذا يوم وصلنا محافظه بدر، انا وصلت لحالي طبعا محافظه امير بدر مبارك النامي الشريف، كان امير بدر ويسكن المدينه، توقعت انه موجود في بدر، انا عارفه من 25 سنه. فاتصلت على ابنه وقلت له انا بجيت قهوه عند الوالد، قال الوالد في المدينه ولكن عمي حميد في شو اسمه ينتظرك الليله. هذا الشيخ حميد من المتحدثين امام الملوك، يمثل محافظه بدر اذا جو ملوكنا، وله لقاءات موجوده وكلامه ارتجالي وبسيط ويحبونها. فجيت في هذا المجلس المبارك يومي، فاتح المجلس في وسط مدينه بدر، محافظه بدر، ويوميا يرتاده رجال بدر واللي يجون الضيوف. لفت نظري لما دخلت مدينة بدر أكثر من 400 باص من الأجانب كلهم المسلمين اللي يجون للمدينة المنورة ولا مكة يزورون محافظة بدر ويشوفون أحداث معركة بدر، العدوة الدنيا، العدوة القصوى، جبل الملائكة، العريش اللي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائه وكان يدعو، الآبار، مقبرة 13 شهيد في هذه المعركة المباركة. فزرتها كلها، فأنا أدعو من هالمكان أن الناس تزور هالمحافظة المباركة. والله العظيم مهما وصفت لك ما تستشعر مثل ما أنك تكون في موقع المعركة وتسمع أحداث المعركة من اللي موجودين هناك، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم، كيف الرسول دعا، كيف لما جاء الصحابي قال أهو من الله أم الأمر والمكيدة، قال لا، قال أجل الموقع هذا مو بزين، ندفن الأبار هذه. فأحداث بدر أحداث شيقة، يا ليت احد يزورها، يا ليتكم تمرونها وتشوفونها. الله يكرم اكرمنا الشيخ حميد، جلسنا عنده، ثم مشيت من هناك وطلعت الى المدينه المنوره وزرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وزرنا صاحبيه، وزرنا المقبره، وبعدين طلعنا للشيخ مبارك النامي وتغدينا عنده، وكان الله يجزاه عنا خير في غايه الاكرام، رجل متواضع. وطلعت من بدر وطلعت من المدينه ورحت الحائل. في طريق الحائل هذا خط جديد الظاهر بين المدينة وبين حائل 400 كيلو جميل جدا، أنا ما انتبهت لعداد البنزين، العداد كان في ربع، فقلت أكيد الخط هذا مطروق وعليه محطات بنزين. في يوم مشيت 70 كيلو ولعت اللمبة عندي، يا ولد، والدوريات أشوفها والخط أشوفها، لكن قلت يا ولد بمشي ماني براجع، وكل ما تقدمت والخط جديد عرفت أن ما في محطات بنزين. فتحت الإحداثيات لقيت في منطقة قدامي داخل أدخل 10 كيلو ترابي في محطة بنزين، والقالي عامل باكستاني في عز الشمس يشر، أشاور نفسي أوقف له ولا موقف، أنتم تخابرين الآن الحكومة تحذر من أنك تنقل واحد يمكن متخلف ولا يمكن عليه مخالفات، لكن استعنت بالله قلت اركب. يوم ركبت أثره يد للمنطقة وقال في محطة بعد 5 كيلو، والله أني وقفت له ما بي منها مع أن عندي الإحداثيات. وبالفعل والله دخلت انا وياه في هالقريه، ولا والله فيها محطتين، تعبينا بنزين ورجعت وديت المكان اللي هو ينشد وتشكر جزاه الله خير. وصلت حايل، هنا عاد حايل انا احبها. ليش؟ ولا مو انتم في باقي المناطق المجالس مفتحه صح، فمن يوم تشوف سيارات عند مجلس عند الشبه ما شاء الله، فسكنت لي في مكان وكسرت ازور هذه الشبه ولا هذه الشبه ولا هذه، ولا يعرفوني، ادخل اسلم عليهم طبعا عادي، ادخل واسلم ويفرحون ويلزمون. اي نعم، دار حاتم ان شاء الله. والله نعم يا ابو عبد الرحمن هو الحاضرين، ولا قصور في الباقي، كلهم في خير. اتقهوى عندهم، اقول لهم سالفه سالفتين، عاد يعرفون البرنامج ويعرفون، واطلع المجلس الثاني. رحت الله يجزاهم عني وعنكم خير الرشيدان، فهيد الرشيدان وعبد الله بن عبد الله الرشيدان وابو فهد الله يجزاهم خير. هذا عبد الله عندهم انا ما له بيبان، ومن صلاة الفجر إلين 11 في الليل وهو يجي، يجون 4 5 6 فداوية، الفداوية الشيبان اللي يقعدون عنده. والله يا أخوان الفطور
هذا يبي بيض، هذا ما ياكل بيض، هذا ياكل، والله انه يجيب لهم حسب النوع اللي يبونه. ما شاء الله. وعلى فكره جت قنوات كثيره وصورت عنده في المجلس. وش معنى معنا عنده معنا؟ يعني تعني له. اه يعني من باب انك هذا تعني له تلقاه. ممتاز. اي فهذا يسمونه، سواء لو ما لقوه الناس بابه مفتوح. هذا اضمن انك لو تشغل من الجنوب لين توصل له تلقى الباب مفتوح، القهوه وشاهي وتمر. يا سلام. طبعا هو ما شاء الله تبارك الله الضيف له واجب، واللي يجونه بشكل مستمر وجبته. بعد اذنك منطقته وين بالضبط؟ في حايل، في شو اسمه الله يعطيني اسمه، صراره لا لا لا، في وسط حايل، في حايل القديمه. اسمه ايش؟ اسمه عبد الله الرشيدان. ونعم. الرمالي الشمري من اهل جبه ولكنه مستقر في هذا. جميل. الشاهد بالكلام اذا جيت اقول لك بيبار ريموت اثنين او ثلاثه مفتح 24 ساعه من صلاه الفجر الين الساعه 11، واتوقع جوه زملائنا في البرنامج الله يجزاه خير، هالمكرات فيها التمر، وهنا السالفه، وهنا الكلام الحلو، وهنا الترحاب، القهوه ثلاث انواع، والشاهي كذلك، والحليب، والفطور، والوجبات المتنوعه يحطها على حسب اللي يجون. جلست عندهم طال عمرك مرتين او ثلاث، جيت افطرت معاهم الفجر. طبعا انا مرتبط بحضور مناسبه زواج لاحد الاصدقاء، حضرت مناسبه الزواج ورجعت للرياض. لكن ابى اقول لكم شيء صار لي في المدينه المنوره. وانا السنه هذه كنت حاج في موسم الحج هذا، جاني رجل في منى يوم 13 او 14 سلم علي، قال انت ابو عبد العزيز اللي تظهر في قناه الاجاويد؟ قلت ايه. قال ابيك تعاهدني بالله. انا ما اعرف الرجال، قلت شاهدك بالله. قالت اذا جيت المدينه تزورني. الله. انا ما نبقى لك اقلط ولا نبقى لك توعدني، ابيك تعاهدني بالله ما تطب المدينه الا تزورني. انا ما اعرف الرجال، ورجل كبير في السن ومحترم وله تقديره. يا اخوي الاسم الكريم؟ قال اسمي عبد الرحمن الفايدي الجني ابو ناصر. ونعم. انا تعاهدني بالله، والله ما افك يدك لين تعاهدني بالله. قلت يا ابن الحلال انا ما اضمن نفسي. قال انت عاهدني، اللي شيء اللي خارج عن ارادتك انا ما ابي. قلت عاهدك بالله. يوم طبيت المدينه واذكر عهدي وادق عليه، قلت يا ابو ناصر؟ قال نعم. قلت انا في المدينه. قال الله يحييك. قلت ابيك تطلع تمشيني على جبل احد، ابي انحاش به يعني. قال حبيبي امشيك بعد ما تجيني في البيت. يا ابو ناصر يا رجل. قال والله ما تروح الليله عشاك. انا طبعا كلمت العصر، صليت المغرب ورحت، عندي مشوار يوم جاء العشاء واجي عنده. والله يا اخوان انه عازم كل جهينه في هالمجلس، واقف هو وعياله ينتظرنا. الله ما عرفه يا رجل، والله ما عرفه. والجهينه هذه القبيله المباركه فيها كرم متاصل عجيب عجيب، هنا سمن، هنا تمر، هنا لبن، جميع انواع ما يتمنى الرجل فيها. فوق ذلك استقباله وكلامه الجميل. فجلسنا معهم شيوخهم معهم امراهم ورجال، رجال الله يجزاهم عنا خير في الكرم، ما حد يلحقهم من غير شر. حضرنا عشاهم، جاء رجل وقال قصة بين واحد نجهني وبين واحد نقحطاني. وش القصة؟ قال يا أبو عبد العزيز هذا رجل نجهني يملك أرضين في منطقة المدينة المنورة، ويبي يبني واحدة يسكنها، وله بيد يدري هذه ولا ذي، لأن هذه ونفسها في نفس الشوارع في نفس المنطقة، لكن يبي يختبر الجيران عشان يسكن في أرض جيرانها طيبين. فوش سوى؟ راح للأرض رقم واحد وطق الباب على الجار، سلام عليكم السلام. قال يا أخي راعي الأرض هذا ما تعرفه؟ هو راعي الأرض بس ينشد. قال لا والله ما أعرفه يا أخي، ما أدري عنه. قلت يا أخي ودي أشتري هذا. قال والله يا أخي بكيفك، تشتري ما تشتري. يقول صك الباب في وجهي وأنا أروح أخلي. عرفت أنه مو بجار هذا، وأروح الراعي الأرض الثانية يقول أطق الباب عليه ويطلع لي هكذا حطاني، سلام عليكم السلام. قال اقلط قبل ما أقول شيء. ما شاء الله. قلت ابن الحلال ودي اشد. قال اقلط وعلمك يسمح امر الارض اقلط. يقول يوم قلطت ولا والله كل شيء جاهز، شاب النار والقهوه والمعاميل وتقهوى انا وياه. قلت يا رجال الارض اللي جنبكم من هي له؟ قال ادورها لك، وش تبي انت؟ قال ابي اسكنها. قال ابشر انا اعينك على رايها. يقول وانا وياه سولف يدقق على كذا مكتب على كذا، ما حد رد عليه. قلت ابي الصراحه. قال نعم. قلت انا راعي الارض. قال طيب وش دعاك تسوي الكلام هذا؟ قال والله ابي اعرف جاري من هو، لان يقولون الجار قبل الدار وانا بختبر جاري لاني بصير جنبه. فانا الان عرفت اني قدام جار كفو ابني. يقول وابني، يقول لي الجهني اللي في المجلس يقص القصه، هذا ولد عم، يقول يا ابو عبد العزيز شو اللي دعاني اقول القصه؟ يوم جيت بيتهم لقيت المجالس وحده وفاتحين بيبان على بعض، والضيف اللي يقلط عند الحطاني وعند الجهني.
وخوة بينهم ما يعلم فيها إلا الله بسبب هالاختبار اللي صار. فيقول هذه من 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 القصص اللي نستفيد منها في المجالس وننقلها لمثلكم وشرواكم. ختام الرحلة عاد رجعت أنا للرياض، وأسأل الله العلي أن ينفع بهالكلام. أنا يا أخوان القصة ترى 15 دقيقة، تحركنا من الرياض ورحنا إلى وادي البديع، إلى وادي الدواسر، إلى طال عمرك تنومة، إلى البشاير، إلى بيشة، إلى أبها، كل المناطق هذه أمس سردتها، لكن أبا ما بيه المشاهد يمل مني، فموجودة في اليوتيوب. أسأل الله العلي العظيم جزاكم عني خير على حسن إنصاتك، شكرا لك. الله يطول عمرك ويبارك فيك، وفيت وكفيت. لو سألتك يا أبو عبد العزيز، وأكيد إنها مليانتن دروس ومليانتن ما شاء الله يعني حكم، لو لخص لنا كذا نقاط واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس، وش سبب نجاح مثل هالرحلات بهالعدد الكبير؟ هل هو خفة النفس؟ هل هو السمع والطاعة لمن تولى الإدارة؟ هل لتاريخهم ومواقفهم؟ يعني خلينا نقول ومضات كذا تغريدات. أول شيء التأمير. الأمير اللي علينا عبد الله الشدي كان الحقيقة ما شاء الله تبارك الله مرتب منظم ومعموك المهام لكل واحد. ممتاز. هذا واحد. اثنين المحبة. اللي بيننا كله محبة، مهي بدنيا، محبة صداقة، محبة أخوة، عرفنا بعض في مجالس رجال. ثلاثة احترام الصغير الكبير وتقدير الكبير للصغير. التواضع، في ناس ما شاء الله تبارك الله يعني لهم قيمتهم اجتماعية، ما يرى نفسه قدر، إذا دخل واحد قام عن كرسيه وعطاه للثاني وهو له الأحقية. طريقة إدارة الحوار في المجلس، هذا إذا قال القصة كل بونا ننتبه له، هذا إذا قال قصيدة نفس الكلام، وهذا إذا قال السالفة موجهين الأنظار، بل إن الكبار في السن استمع يا فلان واسمع المجلس. أيضا تنظيم الطبخ، مكان الطبخ ومكان هذا، يعني تجيك الوجبة الساعة واحدة ونص محطوطة، الفطور ثمان ونص موجود، العشاء الساعة الفلانية، صلاة الفجر يقيم يذن كذا ويقيم كذا بعد 20 دقيقة. تنظيم الأوقات هذه وتنظيم حضورنا وتنظيم حديثنا في المجالس، هذا أعطى وأضفى للمجالس قيمة، وكل واحد يأخذ حقه في السواليف. هذه يمكن أهم الأشياء اللي استفدتها يا أبو الرحمن. الله يبارك فيك وجزاك الله خير. مهم جدا مثل هالرحلات، يعني التأمير مهم جدا، يحط مشرف على هالرحلة بحيث يضبطها، واللي يشوفها في الشارع وفي الدين